بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنتكلم في المحاضرة دي على المايكرويف فلتر ديزاين. المايكرويف فلتر ديزاين ممكن يتصمم بطريقتين أو بأكتر من طريقة، بس تحت عنوانين رئيسيين. طريقة بنسميها الإيمج بارامتر ميثود، دي كانت 1930، أو طريقة بنسميها وهي أوريدي مطبقة دلوقتي حتى في البرامج، مطبقة باستخدام الانسرشن ووك ميثود. الايمج بارامتر ميثود ممكن تبقى 3 انواع، منهم نوع بنسميه كونستنت كي فلتر، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، وده بكل بساطه بيعتمد على تصميم لو باس فلتر او هاي باس فلتر باستخدام تي نتورك او باي نتورك. ده بيصمم لو باس فلتر او هاي باس فلتر باستخدام تي او باي نتورك. وهنعرف التسميه الخاصه بكونستنت كي فلتر جت منين. طيب انا عايز اصمم ازاي؟ مبدئيا احنا عايزين لو باس فلتر او هاي باس فلتر. ففكره لو باس فلتر يعني ايه؟ يعني معناها ان لو عندي الانبوت من الناحيه دي، صح كده؟ لو الانبوت بتاعي، بص كده، هنلاقي انه الانبوت مثلا ده لو باس فلتر، الانبوت من الناحيه دي، فانت عايزه يوصل هنا، يوصل من هنا لهنا، يعدي من هنا لهنا، طالما انه الفريكوانسي بتاعي قليل، ده لو باس فلتر. لكن اول ما الفريكوانسي بتاعي، صح كده، يزيد عن قيمة معينة سي اوميجا سي، يبدأ مفيش حاجة توصل، فأكن المعوقة أو الإمبيدنس اللي تقابلني تبقى كبيرة جدا. يعني عايز تقول كل ما اتحرك من الانبوت للاوت، كل ما الفريكونسي بيزيد، كل ما الزد بتاعتي بتزيد، اللي هي الإمبيدنس بتزيد. طيب، ما عشان كده بحط كويل، لأن الكويل عبارة عن إيه؟ الزد بتاعته عبارة عن جي اوميجا ال، فالإمبيدنس بتزيد كل ما الفريكونسي بيزيد. عشان كده كل تصميم اللوبس فلتر تلاقي فيه كويل، تلاقي فيه ايه؟ تلاقي فيه كويل. لكن الكلام ده غير لما اتكلم على الهاي باس فلتر. ليه؟ لان الهاي باس فلتر عايز العكس، عايز تعمل بيرفورمانس العكس. كل ما الفريكوانسي بيزيد، كل ما الفريكوانسي بتاعك بيزيد، كل ما الترانسميشن يحصل، يعني كل ما الاوميجا بتزيد، كل ما الريزيستنس اللي بتقابلك او الامبيدنس بتبدا تقل. عشان كده بحط الكاباستور، لان الكاباستور بكل بساطه واحد على جي اوميجا سي، فكل ما الاوميجا بتزيد، كل ما الامبيدنس بتاعتي بتقل. فكده بحقق هاي باس فلتر، لكن هنا بحقق لو باس فلتر. يبقى الكونسبت الاولاني في الديزاين انك انت لما تيجي تبني لو باس فلتر او هاي باس فلتر، تقدر تبنيه عن طريق سيريس كويل، لو باس فلتر سيريس كويل اهو، او تبني الهاي باس فلتر من خلال سيريس كاباستور. بالتالي اللمبد اليمنت الاخر بيكمل الدايره بتاعته. فتروح تقول انا عندي كويل وكاباستور، كويل وكاباستور، او ايه؟ او كاباستور وكويل، كاباستور وكويل. فمبدئيا تبقى تفرق بين الديزاين بتاع اللو باس فلتر او الهاي باس فلتر من خلال الحكايه دي. الحاجه الثانيه، انت عندك يا اما على شكل تي نتورك اهو، 2 كويل وكاباستور، او على شكل باي نتورك عباره عن 2 كاباستور وايه وكويل اهو، يا اما تي نتورك يا اما باي نتورك. طب واحد يقول طيب انا دلوقتي عرفت امتى احط ال سيريز وامتى احط ال بارلل، بيزد على الهاي باس فلتر وعلى اللو باس فلتر، وممكن اصممه تي وممكن اصممه باي، بس اجيب القيم بتاعت ال على 2 وال على 2 وسي منين وال وسي على، يعني القيم دي اتحطت على اساس ايه؟ هنا بقى بتظهر كلمه الكونستنت ريشيو، كونستنت كي ريشيو، او ليها اسم تاني بيسموها النومينال امبيدنس. اسمها بنسميها ايه؟ بنسميها النومينال امبيدنس او كونستنت كي ريشيو. ايه هي بقى؟ ان الارنوت هي جذر ال على سي. طيب انا اجيبها ازاي برضه؟ بكل بساطة أنت الفلتر ده في الآخر عبارة عن سيريز امبيدنس اسمها زد، وشنط امبيدنس اسمها واي. فأنت بتجيب محصلة السيريز امبيدنس والشنط امبيدنس، حلو كده؟ وحاصل قسمة الزد على الواي، السيريز على الشنط، بس بتدرس بتقسم امبيدنس على ادمتنس، تديني ار نوت سكوير. تديني إيه؟ ار نوت سكوير. ولازم القسمة دي تطلع جذر ال على سي. حلو كده؟ فانا دلوقتي اقول ايه؟ مثلا فور اكزامبل، مثلا بنقول ان انا الزد هنا قد ايه؟ ده الاثنين كويل محصلتهم سيريز، فيبقى الزد هنا عباره عن جي اوميجا ال على 2 بلس جي اوميجا ال على 2، يعني جي اوميجا ال. طب والشنطه ادمتنس كام؟ الامبيدنس 1 على جي اوميجا سي، فيبقى الادمتنس بتاعتي جي اوميجا سي. طب يبقى زد على واي، زد على واي تطلع ال على سي، يبقى جذر ال على سي هي عباره عن ار نوت، لان ار نوت عباره عن ايه؟ ار نوت سكوير هي عباره عن زد على واي. فاكني حطيت هنا ال على 2 وال على 2 وهنا سي على سي، على اساس لما احسب الزد واحسب الواي واقسم الزد على الواي تطلع ايه؟ جذر ال على سي.
عرفنا بقى كان الكروس انت عامله ازاي. طب واحد عايز يعمل ديزاين باستخدام الباي نتورك فقال لي الزد حطيتها بال، طب الواي حطها بكام؟ انا عايزه واي، ما انا عايزه برضو الواي عباره عن جي اوميجا سي. فقال لي طيب انا عندي تو كاباستورز وبحط كاباستورز بارلل يبقى الايكوفالنت مجموع، فقسمت الكاباستور على قيمتين بقى اصبح سي على 2 وسي على 2 عشان مجموعهم يبقى سي. يبقى كانك عايز تقول ان السيريز برانش يبقى ال والبارلل برانش تبقى سي، هنا السيريز تبقى سي والبارلل تبقى ال. طب واحد يقول لي طب ما انا موصل 2 سي و2 سي سيريز وحصلتهم النص تبقى سي والبارلل اهو ال. طب لو حطيت ده سي يبقى احط هنا 2 ال عشان دول توازي، توازي 2 ال يديني ايه؟ يديني ال. يبقى كده فهمنا ازاي نعمل ديزاين للو باس فلتر او هاي باس فلتر باستخدام اللمبد اليمنت ال وسي، سواء كان باستخدام التي نتورك او استخدام الباي نتورك، ايه علاقه الاليمنتس والكومبوننتس ببعضها. قلنا اتفقنا انه حصيله الزد على الواي تديني ار نوت سكوير ولازم دي تساوي جذر ال على سي. طيب الكات اوف فريكوانسي عامل ازاي؟ الكات اوف فريكوانسي عباره عن اوميجا سي بتساوي 2 على جذر ال سي. لو انت مش عايز تكتب كده ممكن تحط دي 2 باي اف سي بتساوي 2 على جذر ال سي، وسط خالص يبقى الاف سي واخد بالك تقول ايه؟ تقول هي عباره عن 1 على باي جذر ال سي. يبقى انت كده تعرف تصمم اللوباس فلتر، توزع الاليمنتس بتاعتك، تديها قيمها، تحسب الكاتو فريكونسي بتاعك، يبقى انت كده شغال زي الفل. طب احنا عايزين نتكلم على الاوريجين بتاع الموضوع، ليه اتسمت ايمج بارامتر؟ ليه اثبتنا الكلام ده وجبنا الكلام ده منين؟ تعالوا نتفرج في الايه تعالوا نتفرج على الايه بايه المحاضره نفهم بقى الاوريجين بتاع التصميم ده عامل ازاي. في اول شريحه هنا زي ما انت شايف كده تلاقي يقول لك الفلتر يعني ايه. الفلتر طبعا تو بورت نتورك، هي عباره عن نتورك ليها تو بورت، انبوت بورت واوتبوت بورت، بستخدمها عشان اعمل كنترول على الفريكوانسي ريسبونس. يبقى عندي لو باس فلتر هاي باس فلتر، اخلي الفريكوانسي يعدي، الهاير يعدي واللور ما يعديش، اعدي باند من الفريكوانسي، يبقى عندي حاجه اسمها باند باس فلتر، اوقف باند يبقى اسمه باند ريجكت فلتر، وهكذا. ده فلتر. بس ليه استخدمها ايمج بارامتر اللي هي اوريدي اوريجينيتد في 1930؟ لانه الايمج بارامتر بتعتمد على ايه؟ زي ما احنا شايفين كده اي تو بورت نتورك ممكن امثلها بالاي بي سي دي بارامتر. والناس تراجع المحاضره اللي فاتت اللي ما يعرفش يعني ايه اي بي سي بارامتر. اي بي سي بارامتر ان انا عندي تو بورت نتورك، بفترض ان داخل اي واحد وفرق الجهد بين طرفي الدخل في واحد، وبفترض انه خارج اي 2 وطرفي الدخل بينهم خارج بينهم في 2. خلي بالك ان السهم ده خارج الاي بي سي بارامتر. فدي الاي بي سي بارامتر ان اي نتورك بعتبر ان هي تو بورت نتورك داخل لها اي واحد وفي واحد، وبحصل منها على اي 2 وفي 2. وممكن بقى اجيب علاقه الاي 1 والفي 1 بدلاله في 2 واي 2 من خلال الاي بي سي دي بارامتر. فاحنا عارفين كلنا اوير بالاي بي سي دي بارامتر لو اتفرجنا على المحاضره اللي فاتت. لكن ايه حكايه الايمج بارامتر دي؟ المفروض ان احنا نبص على النتورك دي، فليه عندي حاجه اسمها انبوت امبيدنس، الانبوت اللي هي عباره عن في 1 على اي 1، او اوتبوت امبيدنس اللي هي في 2 على سالب اي 1 على سالب اي 2، صح كده؟ لانه المفروض ان في 2 على اي 2 لو داخل يبقى دي اسمها الانبوت امبيدنس، لكن عشان اي 2 هنا واخد اتجاه عكسي طبقا للاي بي سي بارامتر والمعترف بيه، فيبقى زد انبوت 2 هي في 2 على اي 2 بالماينس. قال لك بقى المفروض ان النتورك دي هتتوصل بسورس ريزيستنس وهتتوصل بحمل. فانت لو افترضت ان في ماتشنج، لو افترضت ان في ماتشنج معنى كده ان الانبوت امبيدنس بتساوي السورس ريزيستنس والاوتبوت امبيدنس بتساوي اللود ريزيستنس او اللود امبيدنس. وبالتالي احنا بنفترض هنا في ديزاين الايمج بارامتر ميثود بنفترض ان في ماتشنج ما بين النتورك بتاعتي وبين السورس او اللود. في الحاله دي احنا بنفترض انه الايمج او الامبيدنس اللي هتتوصل على النتورك بنسميها ايمج امبيدنس واحد، بنفترض ان في عندي ايمج امبيدنس اثنين اللي هي الحمل. وبالتالي هنا من هنا جت كلمه ايمج بارامتر، ان انا بعتمد ان النتورك بتاعتي هتوصل دايما هتبقى ماتشد مع السورس ومع اللود، ان انا هسميهم زد ايمج واحد وزد ايمج اثنين. وبالتالي هنا هقول ان زد انبوت واحد هي نفسها زد ايمج واحد، وزد انبوت اثنين هي نفسها زد ايمج اثنين عشان يحصل الماتشنج ده. اتفقنا كده؟ يبقى هنا اتكلمنا عن الاوريجين بتاع الايمج بارامتر. يبقى ده الفلتر بتاعي اي بي سي دي بارامتر،
وده الجهد اللي داخل والتيار اللي داخل والجهد اللي خارج، الجهد اللي خارج والتيار اللي خارج، ويعني ايه ايمج واحد ويعني ايه ايمج اثنين، والماتشنج يعني انبوت امبيدنس هنا تساوي الايمج امبيدنس هنا، والايمج الانبوت امبيدنس هنا تساوي الايمج امبيدنس هنا. طيب احنا كلنا اوير انه الاي بي سي بارامتر ان في واحد واي واحد، هو في واحد واي واحد عبر عنهم بدلاله في اثنين واي اثنين، فاقول في واحد بتساوي اي في اثنين بلس بي اي اثنين، اهي في واحد تساوي اي في اثنين زائد بي اي اثنين، واي واحد عباره عن سي في 2 ودي اي 2، راجع الاي بي سي دي بارامتر. طيب ايه المشكله يعني في كده؟ يعني مفيش حاجه، لو انت جيت على المعادله دي ورحت قلت قسمت على اي واحد، قسمت زد انبوت واحد هي عباره عن في واحد على اي واحد، زد انبوت واحد اتفقنا هي عباره عن جهد الدخل على طريق الدخل في واحد على اي واحد، فاقسم دي على دي فتديني اي في 2 زائد بي اي 2 على سي في 2 زائد دي اي 2، يطلع لي الترم ده اللي هو ايه، طبعا يطلع لي الترم ده. فلو انت خدت كمان جيت هنا بقى هنا اهو زي ما واضح، خدت في 2 من فوق وخدت في 2 من تحت، خدت اي 2 من فوق واي 2 من تحت تروح مع بعضها، يبقى هنا بي وهنا دي اهو بي ودي، وهيتبقى هنا في 2 على اي 2 وفي 2 على اي 2 اللي هي زد ايمج 2 او زد انبوت 2، صح كده؟ وبالتالي يبقى انا كده جبت زد انبوت 1 بدلاله زد انبوت 2. طيب ما نفس الطريقه سيميلارلي زي ما جبت في واحد واي واحد بدلاله الاي بي سي بارامتر في 2 واي 2، كمان ممكن اعمل انفرس ماتريكس، يبقى في 2 واي 2 هم اللي في الشمال والفي واحد واي واحد هم اللي في اليمين، وبالتالي يبقى الماتريكس اللي اسمها اي بي سي دي انا كنت بقول ده بيساوي ده في الاي في 2 واي 2، لو عايز اجيب دول هو اللي في اليمين هيبقى اكن الانفرس بتاع الماتريكس اي بي سي دي. واي انفرس لاي ماتريكس 2 دايمنشن بالمنظر ده هي عباره عن ايه؟ بسيطه جدا، بقسم على على الديترمنت اللي هي المحدده بتاعتي، بقسم على ايه؟ على الديترمنت اهو اي دي ناقص بي سي، وبعمل الدي بس بدلها مكان الاي، بجيب الدي مكان الاي والاي مكان الدي، واعمل انفرس او بحط اشاره سالبه للبي والسي. فسهل جدا تعمل الحكايه دي. فانا عملت اسامبشن هنا دايما الاي بي سي دي نتورك بتاعتي الاي دي ماينس البي سي ايكوال 1، يبقى ده اسامبشن مهم جدا في الكونستنت كيو ريشيو او الفلتر ديزاين بتاعي. طيب هاجي هنا هقول طيب يبقى الاي 2 في 2 والاي 2 لو انا طبقت الحكايه دي عباره عن دي في 1 ناقص بي اي 1، وهنا الاي 2 عباره عن سي في 1 ناقص اي اي 1، اكنك هنا عملت ايه؟ كان عندك هنا في 1 واي 1 بدلاله في 2 واي 2، عايز تجيب هنا في 2 واي 2 بدلاله اي 1 وفي 1. طيب لو انا قسمت في 2 على في 1 زي ما قسمت قبل كده في 1 على اي 1، هجيب زد انبوت 1، عايز اجيب برضه زد انبوت 2، بس ناخد بالنا من النقطه بقى الفرق اللي احنا قلناه، احنا قلنا في الايزي براند الاي 2 خارج، فالانبوت امبيدنس هي في 2 على اي 2 بس باشاره سالبه، خدت بالك من الحكايه دي؟ فانا حسبت انبوت امبيدنس 2 وحسبت انبوت امبيدنس 1، يبقى في المرحله الاولانيه حطينا النتورك بتاعتي 2 بورت نتورك عندها اي بي سي دي بارامتر، ووصلنا ايمج امبيدنس 1 وايمج امبيدنس 2، وافترضنا ان في ماتشنج وحسبنا انبوت 1 امبيدنس 1 وانبوت امبيدنس 2. طب ليه عملنا الكلام ده؟ عشان نروح بقى للشريحه اللي بعد كده. طبعا احنا قلنا ان في ماتشنج، كلمه ماتشنج يعني ايه؟ كلمه ماتشنج زي ما هو شايف، زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف كده انبوت ايمج امبيدنس 1 هي نفسها زد انبوت 1، وايمج امبيدنس 2 هي نفسها زد انبوت 2، في ماتشنج اهو، فخلاص يبقى الانبوت امبيدنس انا حسبتها احطها بزد ايمج 1، والانبوت امبيدنس 2 اللي حسبتها احطها بزد ايمج 2 زي ما احنا شايفين. طيب انا هعمل اناليسز للمعادلتين دول، هعمل اناليسز للمعادلتين دول تمام، فاروح اقول الانبوت واحد انبوت امبيدنس اللي انا جبتها حطيتها بتساوي زد ايمج 1، والانبوت امبيدنس 2 بتساوي زد ايمج 2 زي ما انت شايف كده، وعملت شويه فورموليشن بسيط، رحت ضربت ده في ده وسويت بده صح كده، وظبطت شويه فكيت بنفس الطريقه ضربت ده في ده زد ايمج 2 في المقام ده وسويت وظبطت، ورجعت قلت طرحت 2 ناقص 1 شويه فورموليشن كده، والاخر توصلت ايه علاقه زد ايمج 2 بزد ايمج 1، توصلت لعلاقه ايه زد ايمج 2 بزد ايمج 1.
حلو كده. طيب وخدت بقى المعادله 3 ده اهي، ورجعت عوضت بيها في 1، خدت بالك؟ ونفس الكلام عشان اجيب زد ايمج 1 زد ايمج 2، بس وصلت في الايه؟ خلي بالك زد ايمج 1 و2 ليهم علاقه بدي على ايه، بس انا عايز اوصل لزد ايمج 1 فانكشن في الاي بي سي دي بارامتر كلها. فانت لو خدت 3 وعوضت بيها في 1، هتشيل كل ايمج 2 من هنا وتحط مكانها دي على ايه؟ زد ايمج 1، وبالتالي زد ايمج 1 بتطلع فانكشن في مين؟ في البي اي على سي دي، زد ايمج 2 برضه تطلع فانكشن في الدي بي على اي سي. يبقى اكن اللي انا عملته، نرجع تاني اللي احنا عملناه، عملنا اي بي سي دي بارامتر وفرضنا ايمج امبيدنس 1 وايمج امبيدنس 2 هم ماتشد مع النتورك دي، وجبت كل اللي حملته لحد دلوقتي ان الايمج امبيدنس 1 جبتها فانكشن في الاي بي سي دي بارامتر، والايمج امبيدنس 2 جبتها فانكشن في الاي بي سي دي بارامتر، ودي الريليشنز اللي انا حصلت عليها هي زد ايمج 1، وسهل جدا تعمل نفس اللي انا عملته ده. جذر بي اي على سي دي، وهنا جذر دي بي على اي سي، صح كده؟ طبعا هنا معلومه بسيطه، لو انا عندي النتورك دي سيمتريك، سيمتريك يعني طبعا النتورك اسمها اي بي سي دي، فالاي لو ساوت الدي يبقى النتورك دي سيمتريك، ففعلا لو انا جيت على زد ايمج 1 وزد ايمج 2 وحطيت الدي بتساوي ايه، الدي بتساوي ايه، هتلاقي ان ايمج امبيدنس 1 نفسها ايمج امبيدنس 2 بتساوي جذر بي على سي. دي معلومه كده على الايه، على الماشي. طيب وانا استفيد ايه لما احسب ايمج امبيدنس 1 واحسب ايمج امبيدنس 2؟ ما هو ده مش الهدف بتاعي. الهدف بتاعي يجي في المرحله اللي بعد كده، اللي هو ايه؟ ان هو في 2 واي 2 احنا كنا جبنا علاقتهم قبل كده، ان احنا قلنا في 2 واي 2 بدلاله في 1 واي 1 هو عباره عن الاي بي سي دي ماتريكس ماينس 1. فيبقى في 2 من هنا لو انا قسمت على في 1 يبقى كده جبت في 2 نسبه لايه؟ لفي 1 يساوي دي ناقص بي على اي 1 على في 1 في اي 1، يعني بي على زد ايمج 1. وزد ايمج 1 احنا حسبنا علاقتها بالاي بي سي دي بارامتر هنا، بالتالي اكني هجيب هنا في 2 على في 1، يعني نسبه في 2 الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج فانكشن في الاي بي سي دي بارامتر. اكنك كل اللي عملته انك انت عايز تجيب جهد الخارج على جهد الدخل فانكشن في الاي بي سي دي بارامتر. فعشان تجيب الكلام ده فلازم تعمل البروسيد اللي احنا عملناه ده، فلقينا في الاخر ان في 2 على في 1 بتساوي جذر دي على ايه؟ جذر دي ايه ناقص جذر بي سي. بنفس الطريقه هرجع لمعادله الاي 2 بدلاله اي 1 وفي 1، هاخد الاي 1 مشترك واقسم عليها هنا، فاي 2 على اي 1 يبقى نسبه التيار الخارجي على تيار الداخل هي سالب سي في 1 على اي 1، يعني زد ايمج 1 زائد ايه. وانت عندك زد ايمج 1 جبت قيمتها، فسهل جدا تجيب اي 2 على اي 1 تطلع بدلاله الاي بي سي بارامتر. يبقى ملخص اللي احنا عملناه هنا ان احنا نرجع تاني للنتورك بتاعتي اللي هي النتورك الخاصة بالفلتر، فأكيدني بجيب علاقة في 2 على في 1 بدلالة الـ ABCD بارامتر، وبجيب اي 2 وسوري تاني الـ اي 2 يبقى خارج في حالة الاسبار بالنسبة للـ اي 1، خلاص كده. بالنسبة للـ اي بي 1 تاني بنقول إن العلاقة دي لازم تبقى إيه؟ لازم هنا تبقى خارج بالمنظر ده. فالتيار الخارج لجوه التيار الداخل أو الـ في 2 للـ في 1 ليه علاقة مباشرة في الـ ABCD بارامتر، في الـ ABCD دي برامتر. كويس، فدي مهم جدا اللي احنا عايزين نعمله، تمام؟ طب ليه؟ لانك انت في الاخر عايز تباصي فولت، عايز في 2 تساوي في 1 يبقى دي باس باند، عايز تخلي اي 2 هي نفسها اي 1 يبقى وهكذا، عايز في 2 تساوي صفر، فانت اكيد محتاج الايه، العلاقه ما بين الاوتبوت فولتج والانبوت فولتج عشان تقدر تتحكم وتعمل ديزاين لفلتر. طيب يبقى احنا وصلنا دلوقتي الهدف اللي احنا عملنا الابز نتورك والفلتر بتاعنا، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. يبقى احنا توصلنا للتو ريليشنز دول، ان علاقه الفي 2 بالفي 1 بالاي بي سي بارامتر، واي 2 على 1 بالاي بي سي بارامتر، بس لو بصينا عليهم هنلاقي انه في ترم مشترك اللي هو الترم ده جذر اي دي ناقص جذر بي سي، وهنا جذر اي دي ناقص جذر بي سي. الترمات دي او الترم ده والترم ده ترم مشترك هنا وهنا، كويس؟ وفي ترم تاني بس ريسيبروكال مقلوب، هنا جذر دي على ايه وهنا جذر ايه على دي. طب ما احنا عارفين ان علاقه الجهد والتيار علاقه ريسيبروكال، يعني انت لو انت جبت مثلا ترانسفورمر وقلت الترانسفورمر ده هيعمل ستيب اب للفولتج، ده هيبقى على حساب التيار، فانت لو ضربت هنا دي على ايه التيار هيتضرب في ايه على دي، فاكن الدي على ايه والايه على دي، دي هنسميها ترانسفير ريشيو، ترانسفورمر ريشيو، يعني علاقه دايما بتربط التيار بالجهد، فدي مش اساسيه عندي.
لكن الاساسيه هي دي اللي هي بنسميها البروباجيشن، ده سيرم ثابت لما يكون عندي معدل تيار او معدل جهد. في عندي تيرم اسمه البروباجيشن كونستنت او البروباجيشن تيرم، هو ده التيرم اللي ثابت في الايه؟ المعدلات او علاقه البي في بي اي او الفي بالفي 2 في 1 او اي 2 في اي 1، ده بنسميه البروباجيشن تيرم. عشان كده هو قام مسمي جذر دي على ايه او ايه على دي، سماها ترانسفورميشن ريشيو، لكن سمى التيرم كومن تيرم ده سماه البروباجيشن تيرم. طب البروباجيشن تيرم يعني ايه؟ يعني احنا فين اي ويف هيحصل لها بروباجيشن من الانبوت للاوت دايما بقى ليها بروباجيشن كونستنت. فقال لي اي تو ذا باور جاما، وجاما عرفها على انها البروباجيشن كونستنت هي بتساوي البروباجيشن تيرم ده. كويس؟ وقال لي يبقى الجاما بتساوي اي جاما اي بروباجيشن كونستنت بيساوي الفا زائد جي بيتا بيساوي اتنويشن كونستنت وفيز شيفت الفا وجي بيتا. تمام كده؟ طيب كان يمشي مع الفورموليشن. طيب ما احنا عارفين ان اي تو ذا باور جاما في اي تو ذا باور ماينس جاما يساوي واحد، صح كده؟ طب ما احنا خدنا كونستنت واحنا بنشتغل فوق في اخدنا الانفرس بتاع الماتريكس، قلنا ديترمن محدده الماتريكس اي بي ناقص بي سي ايكوال واحد، فيبقى اي تو ذا باور جاما في اي تو ذا باور ماينس جاما تساوي واحد تساوي اي دي ماينس بي سي. وراجع ايه بدايه المحاضره. طب يبقى من هنا اي تو ذا باور ماينس جاما تساوي واحد على اي تو ذا باور جاما، والواحد اشيله واحط مكانه اي دي ماينس بي سي اللي هي دي مقسومه على اي تو ذا باور جاما اللي هي جذر اي دي ماينس جذر بي سي، وبالتالي ممكن افك ده لقوسين، حاصل ضرب قوسين فرق من مربعين جذر اي دي ناقص جذر بي سي في جذر اي دي زائد جذر بي سي، واحد من فوق يروح مع واحد من تحت، يبقى لي الترم ده اللي هو اي تو ذا باور ماينس جاما. طب واحد يقول طب انا كنت بعمل كل ده ليه؟ دلوقتي انا عندي ترمين معرفين بقى، اللي هم ايه الترمين المعرفين؟ عندي الترم اللي اسمه اهو اللي هو اي تو ذا باور جاما اللي هو جذر اي دي ناقص جذر بي سي، وعندي الترم اللي اسمه اي تو ذا باور ماينس جاما اللي هو جذر اي دي زائد جذر بي سي. يعني لو رحت جمعت اي اس جاما زائد اي اس ناقص جاما وقسمت على اثنين، فده معناه كوساين جاما يبقى جذر اي دي ناقص جذر بي سي اللي هي اي اس جاما زائد جذر اي دي زائد جذر بي سي ده اي اس ناقص جاما واقسم على اثنين، يبقى الكلام ده هنلاقي ان الترم ده هيروح مع الترم ده، وهتلاقي الكلام ده كوساين جاما هو جذر اي دي. فاكنك في الاخر بتستنتج البروباجيشن تيرم او البروباجيشن كونستنت اللي هو الفا زائد جي بيتا من خلال علاقه بسيطه جدا تقول يا جذر الاي دي بارامتر. يبقى كان ما يكون عندي اي بي سي دي نتورك في داخل تيار وداخل جهد، فانت بتجيب علاقه التيار الخارج بالتيار الداخل او جهد في اي 2 على اي 1 او في 2 على في 1 بدلاله الاي بي سي بارامتر. مش كده وبس، ده انت بتقول ان في 2 على في 1 ده بيساوي بروباجيشن تيرم اللي هو اي اس جاما، فالجاما ده كام؟ كوساين جاما تساوي برضه ريليشن في الايه؟ الاي بي سي دي بارامتر بتاعتي. قال لي طيب انا ممكن بقى اعمل ديزاين، اعمل ديزاين للفلتر بتاعي، صح كده؟ باستخدام ايه؟ باستخدام باستخدام التي نتورك او باستخدام الباي نتورك. بس الواحد عشان يعمل تصميم لازم يراجع لما يكون عندي تي نتورك زي ما احنا شايفين كده، وليكن زد اي وزد بي وشنط امبيدنس اسمها واي، راجع كنت بجيب الاي بي سي دي بارامتر بتاعها ازاي. ممكن تراجع ده للتي نتورك وتروح تراجعه للباي نتورك. انا علمتك في المحاضره اللي فاتت هاو تو كالكوليت الاي بي سي دي بارامتر للتي نتورك والاي نتورك والباي نتورك بسهوله جدا، فلازم تبقى عارف ده الاول. عشان لو رحنا قلت لك عندي تي نتورك، بص كده عملت ايه؟ زد واحد على اثنين، حطيت هنا امبيدنس نصها هنا ونصها هنا، وحطيت امبيدنس اسمها زد اثنين هنا. يبقى معنى كده ان السيريز امبيدنس كلها اسمها زد واحد، والشنط امبيدنس كلها اسمها زد اثنين، يبقى زد واحد على زد اثنين او زد واحد على مقلوب الزد اثنين يبقى زد واحد في زد اثنين، ده بيسمى ارنوت تربيع زي ما احنا قلنا من شويه في اول التصميم خالص. طب لو هي دي جيفن اكزامبل اهو جيفن تي نتورك بالمنظر ده، رحت حسبت الاي بي سي دي بارامتر، فسهل جدا تعرف تحسب الاي بي سي دي بارامتر. لو انت تعرف تتعامل مع التي نتورك هتلاقي الاي بي سي دي بارامتر طلعت معاك بكل سهوله. طيب ما الايمج امبيدنس اللي انا وصلت على النتورك دي بقى ايمج امبيدنس واحد، وصلت ايمج امبيدنس اثنين، فطبعا الايمج امبيدنس عباره عن جذر بي اي على سي دي، فانت جبت الاي بي سي دي بارامتر، فالاي البي اهوت والاي اهوت، هضرب ده في ده واقسم على ده في ده، احسب الايمج امبيدنس واحد اهي، واحسب البروباجيشن كونستنت كوساين جاما اللي هي دي. فسهل جدا تحسب الكلام ده بالنسبه للنتورك دي. طيب تعالى
طبق بقى على الاكزامبل الحقيقي تمام، الزد دي حطيتها ايه كويل وكويل وكباستر، هو ده هيشتغل ايه في الاخر؟ اروح اقول والله كويل وكويل وكباستر انا متوقع انه لوبس فلتر بس عايز اثبت ده، اروح اقول والله طيب يبقى الزد بتاعتي هي جي اوميجا ال والزد 2 هي 1 على جي اوميجا سي، زد 1 يا جي اوميجا ال لان قسمتها نصين زي النتورك اللي فاتت، وجي اوميجا سي اللي هي 1 على جي اوميجا سي. رحت حسبت الايمج امبيدنس اللي هي زي ما اتفقنا بي في ايه على سي في دي اللي هي، وحسبنا البروباجيشن كونست. بس ما بص كده على الايمج امبيدنس تمام، لقيتها تطلع القيمه دي صح كده، تطلع الايه القيمه دي، او ببساطه خالص لو هقارن بقى النتورك النتورك على طول ده تي نتورك دي نتورك، ممكن اعوض من هنا ما اقعدش اجيبها من الاصل، فهي عباره عن الجذر زد 1 في زد 2 زائد بي 1 تربيع على 4، زد 1 اللي جي اوميجا ال في زد 2 دي في دي زائد زد 2 صح كده على 4، زد 1 تربيع على 4 اهي، زد 1 تربيع على 4 مش هجيبها بقى من الاصل لانه اوريدي انا حللت التي نتورك باستخدام زد وايه وزد حطيت دي قصاد دي، وبالتالي ممكن احسب الزد ايمج على فكره. طيب هي الزد ايمج دي ايه؟ الزد ايمج دي هي عباره عن، واخد بالك، هي عباره عن ان انا هاجي على النتورك دي كده واوصل هنا ايه سورس ريزيستنس اسمها زد ايمج واحد، وقلنا ان احنا فرضين ان في ماتشنج فالانبوت امبيدنس هنا هي نفسها زد ايمج واحد، فالزد انبوت اكنها هي الانبوت امبيدنس، فانت اوريدي باعت باور من هنا لهنا صح كده، فعلشان الباور تنتقل من هنا لهنا لازم الانبوت امبيدنس تكون ريال باور، لان لو الانبوت امبيدنس ايماجينري هتقوم راجع لك اللي انت ايه اللي انت بعته، انت بعت من هنا حاجه، فانت لو دي مش ريال الانبوت امبيدنس اللي هي الايمج واحد دي مش ريال، واخد بالك، مش هتاخد منك ايه، مش هتاخد منك اللي انت بعته، فمش هيحصل ترانسميشن، بس انت عايز تحصل ترانسميشن. فلما حسبت زد ايمج واحد طلعت بتساوي جذر ال على سي في واحد ماينس اوميجا تربيع ال سي على 4، اللي ممكن اقول عليها كده ار نوت، هي جذر ال على سي ار نوت في جذر واحد ناقص اوميجا تربيع على ال سي على 4، وممكن اسمي 2 على جذر ال سي باوميجا سي، يبقى اوميجا سي على اوميجا سي على اوميجا سي تربيع. قال لي طب يبقى انت عايز تعمل باس باند فزد ايمج واحد تبقى ريال، وعشان تبقى ريال لازم تبقى الاوميجا اقل من اوميجا سي، يبقى ده اكت از لوبس فلتر، لكن لو الاوميجا اكبر من اوميجا سي هتبقى زد ايمج دي ايماجينري، فاللي انت هتبعته هيرجع لها تاني، واخد بالك، فهنا من الزد ايمج واحد بتستنتج ايه هي الار نوت اللي هي جذر ال على سي، وبتستنتج الاوميجا سي اللي هي عباره عن 2 على جذر ال سي كويس. بنفس الطريقه طب انت دلوقتي عايز تعمل مور اليبريشن، ايه هو المور اليبريشن اللي انت عايز تعمله؟ ان انت اوريدي حسبت الاوميجا سي بتاعت الفلتر وعرفت امتى الفلتر ده هيباصي لو فريكوانسي ولا هاي فريكوانسي لما تكون زد ايمج ريل، بس والله وانا بباصي المفروض ان يحصل حاجه اسمها فيز شيفت للفلتر، لان البروباجيشن كونستنت بتاعي فانكشن في مين؟ الجاما فانكشن في الفا وجي بيتا، فانا عايز اشوف بقى البروباجيشن كونستنت ده قيمه الالفا كام؟ قيمه البيتا كام؟ وايل ترانسميشن وايل باس باند اند وايل ستوب باند. فاروح اقول بكل بساطه الاتي، هقول والله انه عندي جاما صح كده، واحنا اتكلمنا اهوت قلنا انه كوشاين جاما هي عباره عن 1 زائد زد 1 على 2 زد 2، خلاص زد 1 انا جبتها اهي وزد 2 انا جبتها، فاروح اقول زد 1 على 2 زد 2 واجمع زائد 1 يبقى انا كده جبت كوشاين جاما اللي هي تطلع كده، وبسط كوشاين جاما ده اهي فلاقي القيمه اللي طلعت ريال. طب ما كوشاين جاما اللي هي كوشاين الفا زائد جي بيتا ممكن اجيب لها مفكوك جزء ريال كوشاين كوساين زائد جي ساين ساين، وطالما ان كوشاين جاما طلعت جزء ريال يبقى هساوي الريال بالريال، يبقى كان كوشاين الفا كوساين بيتا هي عباره عن الترم ده 1 ناقص 2 اوميجا على اوميجا سي كل تربيع. بس هنا بقى الالفا ده عرفناه على انه اتينويشن، والبيتا عرفناه على انه في شيفت الفا زائد جي بيتا، فانت لما تيجي تتكلم على منطقه الباس باند فانت هتحط الالفا بصفر وبالتالي كوساين الفا بواحد، يبقى لك كوساين بيتا، يبقى كوساين بيتا مضروبه في واحد تساوي الكلام ده، يبقى كوساين بيتا هي واحد بس اوميجا على اوميجا سي كل تربيع، يبقى من هنا تطلع علاقه البيتا، البيتا اللي هي ايه؟ اللي هي 2 ساين ماينس اوميجا على سي، طبعا كل الحكايه ان احنا حولنا الواحد للناحيه الثانيه، فواحد ناقص كوساين بيتا على 2 هي ساين تربيع بيتا على 2، لان واحد
طبعا ان ساين تربيع بيتا عباره عن نص في واحد ناقص كوساين ضعف الزاويه، فالكلام مظبوط. يبقى البيتا عباره عن ايه؟ عباره عن ساين ماينس 1 لاوميجا على اوميجا سي مضروبه في 2. يبقى انا كده اكني جبت الفيز شيفت اللي هيلاقيه، اللي هتلاقيه الويف وهي في مرحله الباس باند. طب لو انا قلت لا انا عندي ستوب باند، ستوب باند لا، الجاما الالفا هنا ما تساويش صفر، ده في اتنويشن في الامبليتيود فما ينفعش تساوي صفر. لكن الفيز شيفت ممكن نفترض انه باي او مالتيبل من ان باي عشان نسهل الاناليسيس. فور اكزامبل اقول انه الفيز شيفت ده بيساوي باي فور اكزامبل، فتبقى دي سالب واحد، وبالتالي سالب واحد مضروبه في الكوشاين الفا، يبقى كوشاين الفا بتساوي سالب واحد زائد 2 في اوميجا على اوميجا سي كل تربيع. ومن هنا اجيب قلاقه ايه؟ الاتنويشن اللي هيحصل في منطقه الستوب باند. يبقى كان مرحله الباس باند ومرحله الستوب باند انت ثبتت الفا بصفر، وهنا مرحله الباس باند الستوب باند انت في مرحله الباس باند ثبتت الالفا بصفر، اتنويشن بصفر، في مرحله الستوب باند ثبتت البيتا بمالتيبل من الباي. وبالتالي ممكن ترسم علاقه الريسبونس بتاع الفلتر في مرحله الباس باند مفيش اتنويشن لكن في الشيفت قيمته تساوي 2 ساين ماينس 1 اوميجا على اوميجا سي، ومرحله الستوب باند في اتنويشن بيزيد اهو ولكن في الشيفت بتاعي ماله اعتبرته ثابت بالمنظر ده. طبعا هنا عرفنا واحنا ماشيين النومينال امبيدنس اللي هي جذر ال على سي اللي هو الترم اللي كان موجود في زد ايمج واحد، وكمان عرفنا الاوميجا سي اللي هي 2 على جذر ال سي اللي هو جذر 1 على باي ال سي. فكانك انت دلوقتي جيت من خلال التي نتورك لقيت الريسبونس بتاعك هو لو باس فلتر اللي استنتجناه، ولقينا انه الزد على الواي هي ار نوت سكوير فعلا، والاوميجا بتساوي 2 على جذر ال سي. قال لي طيب يعني معنى كده ان احنا عرفنا ان طريقه التصميم باستخدام الايمج بارامتر بتفترض ان في ماتشنج، بتفترض ان في عندي ايمج واحد وايمج اثنين، بتفترض ان عندي حاجه اسمها ار نوت اللي على السي، بتفترض حاجات كتير جدا. واحنا ده اكن انت في المحاضره لخصت في اول شريحه تاني يعني ايه كونستانت كي ريشيو، لخصت ازاي بتصمم اللو باس والهاي باس فلتر باستخدام التي والباي نتورك، واستنتجنا جبنا ال ال على سي دي منين، وجبنا الاوميجا سي جذر على ال سي دي منين، فروحنا خدنا نتورك اي بي سي دي بارامتر وجبنا علاقه الفي 2 بالفي 1 والاي 2 بالاي 1، ورحنا طبقنا على اكزامبل زيت نتورك صح كده، واستنتجنا علاقه الفي 2 بالفي 1 في الزد نتورك، وسوينا الكلام ده ببروباجيشن كونست، وطبقنا بقى على تي نتورك، وخدنا اكزامبل حي بعد ما خلصنا التي نتورك وحطينا اكزامبل حي لكويل ومكثف، وحسبنا الايمج امبيدنس وحسبنا البروباجيشن كونستانت، ومن خلال الايمج امبيدنس استنتجنا انه دايما الديزاين بتاعي بيحتاج لنومينال امبيدنس او كونستانت ريشيو جذر ال على سي، واستنتجنا الكاتوف فريكونسي بتاع الفلتر، واستنتجنا طبعا ان ده لو باس فلتر، واستنتجنا كمان الفيز شيفت اللي بيقابل الويف سواء في الباس باند او الاتنيويشن اللي بيقابلها في الستوب باند. وعشان تقدر تعمم بقى الكونسبت ده تقدر تصمم بقى نفس الفلتر باستخدام الباي نتورك، باستخدام الهاي باس فلتر، وهكذا باستخدام اول سلايد. اتمنى تكون المحاضره مفيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.